أنا صفاء العمصي، خريجة لغة إنجليزية. بعد ما تخرجت اتزوجت وصار عندي أطفال وعشت دور ربة الأسرة. حياتي إنه هي كلها أولادي، كنت أنزل فيهم على منتزه برشلونة وقت ما هم بدهم، ألعب معهم، أستمتع معهم. كنت أعيش في صراع نفسي إنه هل هذه انتهت حياتي؟ هل أنا 28 سنة هعيش زي هيك للعمر كله؟ وهذا الصراع اللي خلاني والإحباط إنه أنا أقدم للبي تي آي لتخصص الأسيو. دخلت في خطوات خجولة، كنت أحس إنه كل الموجودين أفضل مني. بدأت ثقتي بنفسي تعلى لما عملت أول أوديت السيو. فهذا الوقت الأستاذ اتصل علي حكى لي أنت أفضل باوربوينت عملتي. بالنسبة إلي أنا كأم كانت تواجهني صعوبة إنه أنا كيف ممكن أطلع أشتغل بوظيفة وأسيب أولاد. من خلال تدريب السيو في مشروع جو ديجيتال قدرت بفضل الله الحصول على العديد من العقود طويلة الأمد والتشويق مع العديد من الشركات. العمل الحر له صعوباته وله تحدياته، لكن الجميل فيه انه على قد ما انت بتتعب فيه على قد ما انت بتحصل. لذلك الحاضنة الاعمال كانت موفرة لنا هذه الاجواء، اجواء التطور. انت بتشتغل مع ناس من تخصصات ثانية، بنتبادل الخبرات، بنشبك مع زملائنا في التخصصات الثانية، نتعرف على اساتذة ومدربين هم تقريبا بنقدر نحكي انهم الافضل. تخصص الأسيو هو تخصص جديد، هو جزء من التسويق الإلكتروني. كانت فيه صعوبات هائلة، كانت المصطلحات جدا غريبة علي، حتى مصطلحات الفريلانس اللي كان الجميع يتعامل معها كأنه شيء مفهوم، أنا بالنسبة لي كانت هذه صعبة. صعوبات مضاعفة، مثلا يكون اليوم الديدلاين لكن ممكن ابني يمرض، ممكن يكون بنتي عليها امتحان. لكن الأفضل من هيك أنا خلت ألاقي شغفي. الوقت اللي أنا كنت فاقدة ثقتي بنفسي، فاقدة إيماني بنفسي، فاقدة إنه أنا ممكن أعمل إشي في حياتي، الحاضنة أعطتني أفاق أخرى. بالنسبة إلي صرت إنسانة طموحة وصار عندي شغف أكثر. بشكر حاضنة الأعمال والتكنولوجيا مشروع كو ديجيتال بالتعاون مع الـ ITC بتمويل من الحكومة اليابانية. كان هذا في نقطة فارقة في حياتي وراح غيرت مسار حياتي تماماً. لكل أم حاسة بالإحباط، لحاسة بالفراغ في حياتها، حاسة أنه هي ممكن تكون أفضل من هيك، لكن حاسة أنه هي مش حابة تترك أطفالها، مش حابة تعيش جو الوظيفة المتعب والمهلك. بشجع أي شخص يدخل هذه التدريبات ويتعلم ويشتغل على نفسه، لأنه الفرصة موجودة والأرزاق موجودة، لكن الإنسان بيحتاج دائماً يسعى لها.